شاب يقول، وكان قد سألني سؤالا سابقا، من دخل حديقة من مكان خلفي ولم يدفع تذاكر والآن تاب الله عليه ويريد أن تبرأ ذمته، فماذا يفعل؟ يتصدق بهذا المال أم يشتري به تذاكر ولا يدخل بها بدلا من التذاكر التي كان عليه أن يشتريها عندما دخل من الأبواب الخلفية؟ أقول له: يا ولدي، لعل شراء التذاكر أقرب إلى براءة الذمة والتخلص من التبعات والحقوق، ما دمت يا رعاك الله رزقك الله الآن هذا الحرص على التورع وعلى التخلص من التبعات، زادك الله حرصا يا بني ورعا وتوفيقا.